تحياتي، أنا الأستاذ الدكتور أحمد النعيمي، وهذا حديث عن المؤتمر المناخي الإلكتروني المستمر، وهو مؤتمر استحدثه المحور الإنساني العالمي للتنمية والأبحاث للمساهمة في إنقاذ كوكبنا نظراً لما يتعرض له من مشاكل مناخية باتت تؤثر على البشرية في حاضرها وفي مستقبلها. ارتأينا أن تكون المشاركة في هذا المؤتمر سهلة وميسورة، قلنا مستمر لأن المشاركة تبقى. عندما أنت تشارك في فيديو يعني أو مشاركة مكتوبة فإن مشاركتك تبقى، ويستطيع الآخرون أن يعني يروا هذه المشاركة ويبدون آراءهم حولها. فالمشاركة نوعان، إما في من خلال رابط فيديو مرفوع إلى اليوتيوب، والموقع الإلكتروني سوف يرشدك إلى كيفية المشاركة في فيديو، أو المشاركة المكتوبة وقد أعددنا لها قوالب خاصة بها. وهو في الحقيقة هو يعني نقدر نقول إحنا هو 15 مؤتمر وليس مؤتمراً واحداً، لأنه العنوان الرئيسي هو المؤتمر المناخي المستمر، بينما يتفرع عنه محاور أخرى عددها 15 محوراً، ويعني يفضل أن أريكم إياها من هنا. هاي المحاور، لا هنا هاي محاور المؤتمر. لاحظ هي يعني هنا الاحتباس الحراري، العنف والفقر، المناخ، الأمراض والعلاج، السكان، الأمراض والعلاج، التنوع البيولوجي، الزراعة والثروة الحيوانية، حرائق الغابات، التصحر والجفاف، الأوبئة، وكثير طبعا كثير، إعادة التدوير، طبقة الأوزون. ولو جئت يعني أردت أن أشارك في أي من هذه المحاور، مثلا العلوم الحيوية، العلوم الفيزيائية، فالأمر بسيط. هنا مطلوب مني أن أحمل قالب المشاركة. قالب المشاركة ها هو. أما إذا أردت أن يعني تكون مشاركتي عبارة عن فيديو فلا داعي لقالب المشاركة. هذا القالب مثلا عربي وآخر إنجليزي، نضغط هنا فنأتي ونقول أن هذا هو القالب باللغة العربية. طبعا المطلوب من المشترك أن يقوم بتحويل هذا القالب، بوضع مشاركته في هذا القالب وتحويله إلى PDF، وقالب المشاركة هو الذي يعني يرشد المشارك إلى كيفية ذلك. أما إذا كانت المشاركة عبارة عن فيديو فيقوم بتسجيل الفيديو ورفعه على اليوتيوب، ثم تحميل هذا الفيديو عندما يبدأ في يدخل إلى يعني إلى العمل. أيضا شهادة المؤتمر، أيضا تعال اقترب من ترجم الشهادة. شهادة المؤتمر، المؤتمر هنا شهادة، تصميم الشهادة. الشهادة هي في ثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، ومصممة بطريقة جميلة جدا. هذا هي مثلا شهادة مشاركة في المؤتمر، اسم المشارك، نوع المحور، طبعا تاريخ المشاركة. وثم كما تلاحظون هنا أيضا يوجد ختم إلكتروني يرشد إلى الشهادة بحيث أنه يستحيل تزويرها أو العبث فيها، بالإضافة إلى التوقيع الحي وما إلى ذلك. إذن نحن ندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر المناخي الإلكتروني المستمر، نظرا لحاجة كوكبنا الآن وفورا لكم ولمشاركتكم في هذا الاتجاه. ساهموا في إنقاذ كوكبكم. شكراً.